الكثير من الأشخاص المعنية ببدء البيع على موقع أمازون تتساءل كم من المال عليهم استثمار لمشروعهم، وفي هذا الفيديو سأجاوب على هذا السؤال. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. تختلف طرق العمل على موقع أمازون من باقي المواقع، فالمعنيين ببدء البيع في هذا الموقع العملاق عليهم أن يستثمروا المال من البداية، على عكس البيع على موقع إيباي أو طريقة الدروب شيبينج. من تجربتي في المجال، الاستثمار سيكون على الأقل $1000. هذا سيمنحك إنتاج منتج خاص بك ما بين كمية 200 إلى 300 قطعة. وبدء العمل بالموقع، يمكنكم استثمار مبلغ أقل، ولكن هذا سيمنحك كمية أقل، وإذا بعت في الأمازون سريعا ونفذت الكمية وصفحة المبيعات ستختفي من نتائج البحث، مما يؤدي لإنخفاض تقييم صفحة مبيعاتك ومنتجك في الأمازون. لذلك دائما أنصح البدء ببيع منتج بكمية ما بين 200 إلى 300 قطعة ومراقبة أداء المبيعات، وبحالة وصول المنتج لكمية منخفضة عليكم توصية المنتج مرة أخرى وطلبه من المورد وإرساله مرة أخرى للأمازون. هذه طريقة جيدة للبدء وتدريب نفسكم على الموقع وعدم المخاطرة بكميات كبيرة واستثمار الكثير من المال. أكيد إذا بعد فترة رأيتم أداء المبيعات يتزايد، يمكنكم توصية كمية أكبر والطلب من المورد أن يخفض السعر. الشيء المهم عليكم تذكره هو عدم نفاذ الكمية في مخازن الأمازون، لأنه قد يفعل ذلك ضرر على صفحة المبيعات للمنتج وتقييمها في صفحة نتائج البحث. من ثم بعد تجميع مبلغ معين من الأرباح تستثمر بمنتج آخر وتتبع نفس النمط الذي شرحته. بعد فترة زمنية سيكون لديكم مجموعة من المنتجات تنتج لكم الأرباح. الشيء المهم هو عدم التسرع والبدء بالقليل وتدريجيا زيادة الاستثمار. أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات مفيدة لكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى بمجال البيع أو الشراء على موقع أمازون أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم المبيعات والربح وسأراكم قريباً.